في عندنا مساحة حوارية اليوم في البرنامج رح نتكلم عنها، ومختصة عن مشروع يهدف إلى تنمية وغرس الجانب التطوعي عند النشء الجديد عن طريق تعزيز روح التعاون لدى الأطفال، وكذلك من خلال نادي التطوع الصغير أو المتطوع الصغير اللي أعلنت عن إطلاق جمعية الهلال الأحمر الكويتي. بالفعل يا مناير، وفكرة جميلة جدا صراحة، أنك تعود الطفل وهو صغير على البذل والعطاء والتعاون والتطوع عشان يرسم البسمة على وجوه الناس الآخرين، وأيضا تخلق نوع من التواصل الفعال، وتشرك الأطفال أو تشاركهم في الأنشطة الاجتماعية كافة في ديرة الحبيب الكويتي. أنا حابين ندخل في تفاصيل أكثر أحمد عن هذا الموضوع، لذلك راح نتكلم فيه عن نادي المتطوع الصغير، ونستضيف معنا اليوم في الاستديو الأستاذ أحمد عبدالله الفقعان، رئيس وحدة الشباب وشؤون المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح النور. بداية أستاذ أحمد، كيف جاءت فكرة انطلاق هذا النادي؟ الفكرة طبعا هي من زمان عندنا، هي وهذه تقريبا السنة السابعة احنا مستمرين في النادي، هي خلق جيل يكون مكمل للمتطوعين السابقين، يعني نبي أجيال تكون فاهمة عندها وعي اللي هو عن طريق العمل التطوعي بشكل عام، سواء كان مساعدة المحتاج، كان سواء خدمة المجتمع نفسه، يعني خدمة حتى بالبيت نفسه عندهم، لما واحد ينطلب منه عمل يكون يؤديه هو يبادر فيه على طول ويسوي الشيء اللي يشوفه مناسب للمكان. هذا بالبيت وايد مهم. اي نعم. انه يبادر ويقوم. لا يتعيز يقول انه والله ها. اي نعم. ولا ما لي خلق اقوم ولا حد. والله نقول الله يعطيكم العافيه استاذ. الله يعافيك. يعني على هذا النادي وعلى هذه البادره اللي قاعدين تقومون فيها في جمعيه الهلال الاحمر. قلت للسنة السابعة طيب يعني احنا بلشنا من 2016 ووقفنا طبعا خلال كورونا، وبلشنا كمل السنة هذه يعني من 22 لغاية هذه إن شاء الله. ممتاز. بالسنوات الأولى يمكن كانت عندكم بعض الأمور، لكن انتم حليتوها وكثرتوا الانشطه يمكن للسنه السابعه. اي تقريبا يعني في صارت تعديل على التدريب نفسه، يعني حتى كان في اعمار كنا ناخذ قبل من اصغر من 7 سنوات، الحين طبعا من 7 سنوات لغايه 12 سنه، وطبعا مقسمين على 3 مراحل. نحاول نعطيهم. كنتوا تاخذون قبل يعني اقل من 7 سنوات؟ اي كان اي من 5 سنوات وفوق، بس شفنا يمكن العمر هذا ما يستجيب او انه ما يفهم صحيح الوضع. ممكن التعامل إيه؟ نعم. مع هذه الأعمار الصغيرة أستاذ. إيه؟ نعم. يعني إن التحكم في الطفل في هذا العمر وتعطيه الأوامر، هو يبادر تشركة في أمور، ولكن ممكن السيطرة على الأمور قد تكون شوية تحتاج إلى جهد مضاعف. إيه نعم صح. فإحنا خلينا من عمر 7 سنوات لغاية 12 سنة هم اللي نشوفهم اللي يحبون يشاركون، وكلهم أغلبهم يعني الموجودين إنه يستجيبون بسرعة مع المدرب نفسه، يعني يأخذون يعطون وعارفين تقريبا شنو هو العمل التطوعي، شنو هو العمل الإنساني بشكل عام. فهذا الشيء بالعكس نشوفه حلو لهم هم كمتدربين، إن هم يساعدونا يكون خففون عن الضغط، إن إحنا ما نكون نشد وياهم في يعني نعطيهم شيء أكبر منهم، فهم شلون قاعد يستجيبون معنا بالأمور هذه. ممتاز. نشوف يمكن لها أهداف هذا النادي، لها أهداف مرجوة منه أن تغرس في قيم العمل التطوعي والعمل الخيري. يمكن إحنا ندري فيها هذا مناير، يمكن في بداية الكلام قالت مناير كلمة جميلة أن إحنا نغرس فيهم مفهوم العمل التطوعي والمساعدة وحب يعني التعامل مع الآخرين في هذا الجانب. طبعا هو أي إحنا نبيهم أول شيء خدمة بلدهم، يعني لما لا سمح الله في اي طارئ يكون هم الموجودين بالبلد، هم اللي يقومون بالاعمال هذه. يخدمون مثل ما قلت يخدمون مجتمعهم، يعني الحياه كل شخص يبي يرتاح، يعني انا يوم ابي اجازه يوم بطلع، بس مو كل عمري يعني انا اروح اماكن سياحه واخلي الشغلات الاساسيه، لابد ان اليوم ان انا اقدم العمل اللي هو المحافظه على البيئه. نعم. يمكن تنظيف الشواطئ، يعني اي نعم اي شيء يشوفهم في خطا او اي شخص انه يشوفهم حتى ما اعرفه محتاج اروح ابادر اني اساعده،
ان شاء الله. يعني هي حلوه ان تساعد الشخص كثير من الجوانب ممكن اللي ممكن تغطيها جمعيه الهلال الاحمر، ولكن اذا حبينا نعرف اكثر عن تفاصيل هذه الفعاليات اللي راح يشاركون فيها في نادي المتطوع الصغير، ما هي طبيعه هذه الفعاليات؟ طبعا هم الدورات اللي ياخذونها او المحاضرات هي تكون عن عمل التطوعي، عمل هي الاسعافات الاوليه، عن حماية البيئة، عن أمورهم حياتية. يعني حتى السوشيال ميديا دخلنا فيها، من لحد يستغلكم فيها أن يعطيكم معلومات أو أن يقول لك سو كذي وسو كذي، أو شغلات هي سواء بالدين أو سياسية أو شغلات هذه. يعني نحاول نعلمهم أن مو أي شخص أن أنت تتعامل معه. فهذه كل الشغلات هي نعطي المتطوع الصغير هذا أساس يستوعب الشغلات هذه، حماية له، حماية لأهله، حتى حماية البلد. يعني ما يصير أن يسوي شغلات أن تضر مصالح البلد أو تضر فيه هو شخصيا، يستغلونه في أمور يمكن هو مفاهمها. نعم. فاحنا في الأمور هذه كلها قاعد ندخل لهم الأعمال اللي هم نشوفها هم يعني إن شاء الله بالمستقبل يقدمونها، يعني للأجيال اللي هم اللي بعدهم، يعني لما كبار إن شاء الله بعمر يعلمون اللي بعدهم وتستمر الحياة في العمل التطوعي إلى ما لا نهاية. يعني كل شيء هذا العمل التطوعي هو عمل مثل ما قلت إنساني، لابد أن واحد يفهم شنو هو المساعدة للغير، شنو هو المحتاج. لازم أبادر أنا في شغلة هذا، وشغلة هي يمكن متعبة، في شغلة الأمور متعبة بس إنها حلوة. بس هذا يعني جميلة جدا أستاذ أحمد، أن تنعكس عليه في المستقبل وعلى الأجيال اللي يعني تتعاقب بعدها، يعني خاصة أنه ممكن راح يعرف كيف يتعامل مع المجتمع إنسانيا، مع في عمله، في دائرته، بين أصدقائه. ممكن ترى يقلل بعد من المدرسة، يقلل من العنف، يعزز من المبادرة، المشاركة. الكثير من الجوانب جميلة اللي ممكن يكتسبها من العمل التطوعي. الآن هل في شروط محددة للأطفال الذين يشاركون في هذا النادي؟ لا، ما في شروط. هي من العمر 7 سنوات لغاية 12 سنة، سواء كان كويتي أو غير كويتي. طبعا التسجيل خلص، واحنا بلشنا من يوم الاثنين اللي هو التاريخ 22/7، أول أمس. إيه نعم. طبعا هو إن شاء الله مستمر لغاية 14/8 النادي. خلال الفترة هذه طبعا لهم يومين بالاسبوع نعلمهم في الأساسيات العمل التطوعي. يعني من ضمن اللي علمناه اسعافات اولية في طالبة عندنا، يعني عمره صغير، كانت صارت مشكلة في مدرستهم ان واحدة كانت مصابة او شيء، هي اللي قدمت لها اسعافات اولية. سبحان الله. يعني شوف ان تعلمت من الاسعافات عندنا. فبالعكس هذا الشيء هو قدمت لها المساعدة. اي نعم، لان هي عندها الدورة وعارفة. نعم. يعني الاسس اللي هي شلون تسعف المصاب. اي نعم صح. فهذا هذه يعني استفادة من الاسعافات الاولية، او استفادة من العمل التطوعي، او استفادة اي شيء احنا قاعد نقدمه لهم. ان شاء الله نشوفه قدام انه يكون يفيدون مجتمعهم واهاليهم ان شاء الله. ممتاز. طب المدربين اللي موجودين في هذا النادي، هل هم متطوعين ام من خارج جمعيه الهلال؟ بغيت اعرف انا من اللي قاعدين يقدمون في مثل هو هذه. طبعا في منهم متطوعين عندنا بالجمعيه، وفي منهم من خارج الجمعيه استعنا فيهم وما قصروا، يعني قدموا لهم اللي كل واحد اللي يقدر يقدم لهم. في عندنا طبعا مهندسين، في ناس الاختصاص شغلات معينه يكون هم الموجودين. في عندنا مثلا بالطب في شغلات هذه هم اللي يعلمونك، واحد يعطي اللي يقدر عليه، مو شرط انكم يعني بتخصصه، يعني حتى يعطي شيء ثاني مو اختصاصه، بس انه يبادرون انهم يكونوا موجودين معنا في تقديم الدورات هذه للمتطوعين الصغار. بعد ما يخلص هذه المرحله استاذ احمد، ذكرت حضرتك انه ممكن في المستقبل انه هو يعلم ويقدم هذه الدورات للصغار او نشر العمر المطلوب. هل ممكن في امكانيه بعد ما يكبر ايضا يكون عضو في جمعيه الهلال الاحمر؟ بالعكس احنا شرفنا، بالعكس احنا قاعد نعلمهم ونبيهم يكونوا موجودين مكملين للموجودين في الجمعيه. يعني الحياه ماشيه مستمره ان شاء الله، يكون هم يعني مكملين للي سبقوهم وياخذون طبعا خبرات منهم ويقدمون هم اللي عندهم. واللي حاب يكون مستمر يعني حياه الله. بالعكس احنا ودنا يكون الكل موجود معنا، سواء كان في يقدم اسعافات اوليه او يقدم عمل تطوعي او اي شيء يشوفه هو يقدر يقدمه للمجتمع. بالعكس حياهم الله. والعضويه كنا اقل من 18 ما يصير؟ لا، هو 18 سنه يكون كمتطوع.
متطوع بالجمعيه يكون اقل من 18 يعني 18 سنه اقل شوي ما في مشكله يكون موجود معنا لان في مشاركات تكون تتطلب ان يكون مجهول تتطلب ان يكون تواجد التنقل يكون عنده وسيله نقل يكون يقدر يعني يشارك موجود تمام بالعكس يعني هذه الشغلات هي اللي يعني تفيدهم واحنا ودنا يكون موجود يعني حتى اي مشاركه كانت يعني عندنا اكثر من مشاركه احنا فودنا يكونوا هم موجودين او حتى اللي يشوفونها يتعلمون من اللي موجودين فيها يقدمونها. دائما لما نسمع استاذ احمد الهلال الاحمر نربط دائما من المساعدات اللي نشوفها بالتلفزيون والتغطيات اللي نشوفها على وسائل التواصل تكون خارجيه ولكن من كلام حضرتك نستشف بان الموضوع اعمق من كذي في اكو قيم تغرس في الكثير من الخبرات اللي تدرب عليها الأجيال اللي تنضم لجمعية الهلال الأحمر فالرسالة أعتقد من هذا النادي واضحة جدا بأنكم قاعدين تخلقون صف ثاني مساند ممكن للأجيال اللي الآن يعني الكبار اللي موجودين طبعا أيوه مثل ما قلت أنكم موجودين معنا ومكملين لنا يعني الحياة مستمرة والكل يؤدي دوره في الحياة أنه يقدم للمحتاجين طبعا مشاركاتنا يمكن داخل الكويت في اغلب الناس ما تفضلتي ان ماخذين فكره ان الهلال الاحمر يقدم مساعدات خارج الكويت نعم. لا بالعكس عندنا مشاركات داخل الكويت احنا نقدمها طبعا بالتعاون مع الجهات الحكوميه في اي مشاركه كانت يعني انتخابات حتى العشر الاواخر المسجد الكبير موجودين في صح عندنا زياره مستشفيات موجودين فيها طول السنه مسنين معاقين هذا مستمر معانا اي نعم يعني الشيء هذا معكم الصغار بهذه الزيارات ولا فقط هي بس والله حسب الاماكن في اماكن يمنع الدخول او نزور مستشفيات او شيء يعني صعب بس في شغلات حالات نقدر احنا نوديهم معانا بالعكس يعني حتى لما نقدم حق مثل احتفاليه حق مثلا اخوان ذوي احتياجات خاصه في يجيبون معهم اطفالهم يعني هذا وش يتعلمون بالعكس الشيء هذا انه يفيدهم شلون تتعامل مع الشخص هذا شلون تاخذ وتعطي صح يعني مو كل واحد انه يقدر يعني يتعامل معهم ولا انه والله فلا بد انه يحتكون من الحين اساس لما يكبرون ان شاء الله يكونوا هم مكملين ممتاز عشان انا احفز اولياء الامور على ان يدخلون عيالهم يعني خاصه في النادي المتطوع الصغير واحنا قاعدين نشوف الصراحه يعني اعمال جمعيه الهلال الاحمر الكويتي ونرفع لكم القبعه بارك الله فيكم على هذه الجهود اللي قاعدين تقومون فيها سواء خارج الكويت ولا داخل الكويت شلون احنا نوصل رساله ان نقول حق اولياء امورهم ان شاركوا عيالكم ودخلوهم في مثل هذا النادي ويمكن يوم الاثنين اللي فات ابتدى هذا النادي اي نعم صح بالعكس مثل ما قلت احنا المستقبل ان شاء الله موجودين يعني احنا عندنا حتى الطلبه اللي يدرسون خارج الكويت يطلبون منهم شهاده انه هو خدم في يعني بالمجتمع لا هذا شيء اساسي صار عند الكليات اللي خارج الكويت فيجون عندنا ويدخل المشاركات ونعطيه شهاده اساس انه يكون هو من ضمن الفريق العمل التطوعي نعم احنا شاكرين لك وجودك يعني في العالم هذا الصباح الاستاذ احمد عبد الله الفقعان رئيس وحده الشباب وشؤون المتطوعين في جمعيه الهلال الاحمر شكرا جزيلا الله يعطيكم العافيه جزاكم الله خيرا شكرا بارك الله فيك